بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 5 من محاضرات الأردوينو. النهاردة بإذن الله هنتعلم إزاي نتحكم في موتور. الموتور ده هو عبارة عن دي سي موتور عادي. كل الفكرة إن أنا عايز أتحكم في تشغيل الموتور وإيقاف الموتور من خلال سنسور أو من خلال بوش بوتون عادي. طبعا الموتور ده ممكن انك انت تستبدله، بدل ما هو يكون دي سي موتور تستبدله باي سي موتور، عبارة عن موتور شغال بالتيار المتردد. وطبعا ممكن تحط الموتور ده على سير عادي جدا في مصنع ويبدأ يشتغل لما يكون في اشارة. لما توصل اشارة السير يشتغل، ولما توصل اشارة تانية السير يتوقف. هو ده موضوعنا النهاردة، هنشرحه بكل بساطة. الفكرة بسيطة جدا جدا فوق ما تتخيل، ولكن عايزة مننا شوية تركيز. الاول هنفهم يعني ايه ريلي، وبعد كده نبدأ نوصل الريلي بالموتور، وبعد كده نبدأ نتعلم ازاي هناخد الاشارة من الانبوت، سواء كان سنسور او بوش بوتون او اي حاجة تانية بتقدر تقولي ان ده عبارة عن انبوت ببعت لك منه اشارة. ايه الفرق ما بين الليد اللي احنا اشتغلنا عليه المحاضرات اللي فاتت والانبوت؟ الليد ده عبارة عن اوتبوت، لكن البوش بوتون او السنسور ده يعتبر انبوت. هنتعلم الاول مع بعض النهاردة يعني ايه ريلي، علشان نفهم الفكرة ماشية ازاي. كل الفكرة ان انا هنا عندي الريلي اللي انت شايفه ده فوق. الريلي ده في الحقيقة ليه مصدرين للباور. المصدر الاول مهم جدا، وهو المصدر اللي هيشغل الكويل. ده عبارة عن كويل، عبارة عن ملف. الملف ده مستني مني فولت. الفولت ده مثلا هيكون 5 فولت او 12 فولت، طبعا انا اللي بتحكم فيه. وانا بشتري الريلي عايز اعرف الريلي ده هل الكويل ده بيشتغل بخمسة فولت ولا بيشتغل باتناشر فولت، ده مهم جدا. لكن هنا بتحكم فيه ليه؟ لان هنا انا هطلع من الاردوينو 5 فولت، ده اقصى حاجة هقدر ان انا اطلعها من الاردوينو. فغصب عني بعد لما اجي اشتغل على الريلي وابدأ ان انا ارسمه هنا، لازم اعمل دبل كليك على الريلي، ولازم اروح اغير. دي هتكون عبارة عن 12 فولت، دي اول خطوة هتعملها، هتشيل ال 12 وتخليها 5. ده مهم جدا، والا الابليكيشن ده مش هيشتغل معاك. ليه؟ زي ما اتفقنا الاردوينو بطلع منه 5 فولت. هطلع ال 5 فولت على الرجل رقم 13، على البن رقم 13. يبقى هنا عندي 5 فولت متصلة باول فرع من الكويل. طب والفرع التاني او الرجل التانية بتاعت الريلي متصلة بالجراوند. طب ما انت كده خلاص قفلت دايرة كاملة، في عندي كلوزد لوب شغالة اهي. طب تمام، ايه اللي هيحصل؟ هنا عندي كويل، لما بيوصل له هنا الخمسة فولت ايه اللي هيحصل؟ هيتولد عليه مجال مغناطيسي، ولما يتولد عليه مجال مغناطيسي ماجنتيك فيلد ايه اللي هيحصل؟ عندي هنا ابرة، شايفين الابرة دي او الريشة دي، سميها زي ما انت عايز. هي باي ديفولت في الريلي، الريلي ده باي ديفولت نورمالي اوبن. يعني ايه نورمالي اوبن؟ يعني الريشة دي مش متصلة بالباور دايركت، زي ما انت شايف مفتوحة. لو انا مسكت الريشة دي وخليتها بدل ما هي متصلة هنا بالرجل دي اصبحت متصلة بالرجل دي او بالبين دي، يبقى ايه اللي حصل؟ هتاخد السورس بتاعها. السورس ده مثلا ممكن يكون 12 فولت. علشان كده قلت لك في البداية الريلي بيكون ليه مصدرين للفولت عندي، مصدرين للباور. الباور الاول انا واخده من الرجل رقم 13 ده علشان خاطر الكويل، والباور التاني ده علشان خاطر الموتور نفسه. الموتور ده بيشتغل ايه؟ هل هو دي سي موتور بيشتغل بخمسة فولت واتناشر فولت وهكذا، ولا هل هو اي سي موتور بيشتغل ب 220 فولت؟ فانت الاول لازم تسأل نفسك الموتور ده نوعه ايه؟ ايه ده معنى كده ان الريلي ده اقدر من خلال الخمسة فولت اللي انا هبعتها دي اشغل موتور 220؟ اه طبعا، مفيش اي مشكله خالص، وهي دي اللعبه. اقدر ابعت اشاره، الاشاره بتاعتي اشاره ضعيفه جدا. ليه؟ لان هنا شغال باردوينو، اقصى حاجه فيه 5 فولت، اقدر من خلال ال 5 فولت اشغل موتور 220، وهو ده المطلوب. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا بغض النظر عن السورس بتاعك ده كام، السورس بتاعك ده باي ديفولت برده 5، لكن احنا بنشتغل في الحاله الواقعيه. السورس ده تقدر تغيره زي ما انت عايز، خليه 220، خليه دي سي زي ما انت عايز، 12 براحتك حسب الموتور ده بيشتغل ايه. طيب احنا وصلنا لحد الان ان لما يكون هنا في مجال مغناطيسي على الكويل ايه اللي هيحصل؟ الابره دي هتلقط. طب وبعد لما تلقط انا عندي هنا جراوند،
طرف من الموتور واصل بالجراوند، فاضل له ايه؟ فاضل له الطرف التاني يوصل بالباور. طب ما هو وصل بالباور خلاص، يبقى الموتور ده هيشتغل امتى؟ لما الابره تلقط او الريشه دي تلقط معايا. طب وامتى الريشه دي هتلقط؟ لما الماجنتيك فيلد ده هنا يشتغل. طب وامتى الماجنتيك فيلد ده هيشتغل؟ لما يوصل لي 5 فولت من الايه؟ من الرجل رقم 13. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه كويل بطريقه مبسطه جدا. في حد هيقول لي طب خلي بالك انت قلت لي باي ديفولت الريلي ده نورمالي اوبن. ايوه انا معاك، يبقى مش هيشتغل الا لما يجيله ال 5 فولت بتوع ال 13 تشغل الكويل، يعمل ماجنتيك فيلد، يلقط الابره، الباور يكون متصل بالموتور والموتور متصل على الجراوند، عملت دايره مغلقه الموتور يشتغل. ايوه بس هل انا دلوقتي قلت لك اول ما اشغل الابلكيشن بتاعي الموتور يشتغل؟ طبعا لا، انا عايز حاجه هي اللي تبعت لي ال 5 فولت على الرجل رقم 13، اقول لها بعتي او ما تبعتيش. ما هو بعتي يعني ايه؟ ابعتي يعني شغل الموتور. طب ما تبعتيش يبقى فين الموتور؟ هو ده فكره السيجنال اللي هتجيلي منين؟ اللي هتجيلي من السنسور. هل السنسور ده لازم يكون سنسور؟ ممكن يكون سنسور عادي عباره عن مثلا سنسور حراره او اي سنسور بناء على كونديشن معين شغل الموتور ده، تمام. طب انا عايز اعمل فكره مبسطه بدل ما اشتغل على السنسور في البدايه، هعمل البوش بوتون. لما اضغط على البوش بوتون هقول له لو كانت الاشاره اللي جات لك على الرجل رقم كذا اللي متوصل عليها بوش بوتون جالك عليها اشاره روح شغل 13. طب انا عايز افصل، روح اعمل بوش بوتون تاني. لو جات لك اشاره على الرجل رقم كذا اللي متوصل عليها بوش بوتون روح اقفل الدايره دي، او روح ما تبعتليش 13 على مين، ابعتلي بدل ما تبعتلي هاي هنا على ال 13 ابعتلي عليها لو. واحنا عرفنا نبعت المره اللي فاتت واللي قبلها ازاي نبعت هاي وازاي نبعت لو، اللي هي ديجيتال رايت. ببعت ديجيتال رايت على رجل معينه ابعت عليها هاي او ابعت عليها لو زي ما احنا كنا بنشتغل على الليد. ما هو ده عباره عن اوتبوت، ال 13 ده عباره عن اوتبوت، لحد الان ما اختلفتش عن الليد. ننزل بقى نشرح الجزء اللي احنا قلنا عليه ده. بص كده هنعمل ايه؟ هنبدا نعمل 2 بوش بوتون. البوش بوتون ده واخد سورس، والبوش بوتون ده واخد سورس، والاثنين ده متصل بمقاومه 10 كيلو وده كمان متصل بمقاومه 10 كيلو، والاثنين متصلين بالجراوند. واحد منهم متصل بالبن رقم 2 والتاني متصل بالبن رقم 4. هتقول لي مفيش اي اختلاف ما بينهم، انت عندك حق، مفيش لحد الان اي اختلاف ما بين البوش بوتون الاول والبوش بوتون التاني. خلي بالك ده بيلقط ويهرب، بيلقط ويهرب، يعني مش بيفضل ملقط وخلاص ويفضل نازل لتحت، لا ده هو بيلقط ويهرب خلاص، مجرد انا عايز اللقطه دي الطلقيته دي. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انا هنا عندي سورس تمام، والبوش بوتون مش انا مش دايس عليه، بس ممكن يكون في اي نويز اي حاجه اي فولت بسيط جدا جدا انت مش واخد بالك منه، ايه اللي هيحصل؟ هيهرب على مين؟ على الجراوند، بيهرب في السكه القريبه ليه، بس انا حطيت مقاومه هتمنعه. طب ايه اللي بيحصل لو في تيار عدى هنا؟ فعلا اصبحت الدايره مغلقه، يبقى انا كده 2 و4 دول ممكن يبعتوا اشارات انا مش فاهمها. طب اهرب من الموضوع ده ازاي؟ يعني انا لو قلت له ادي باور اهو، ادي سورس للباور بتاعي وادي جراوند وهنا في بوش بوتون وهنا في بوش بوتون، انا مش ضمني ان مفيش اي حاجه وصلت للاربعه او اي حاجه وصلت للاثنين من غير ما انا اضغط. اه يبقى تتحكم في فرع من الفروع دي، تتحكم في الباور او تتحكم في الجراوند. انه الاسهل بالنسبه لي اتحكم في الجراوند، هقول له انت مش هتقدر تعدي هنا ابدا. ليه؟ اصل كل مقاومه كبيره. انت مستحيل تعدي هنا. ليه؟ اصل كل مقاومه كبيره 10 كيلو. ففي فكره بيسموها بول داون ريزيستور او بول اب ريزيستور، هي دي الفكره اللي احنا طبقناها. يبقى انا باي ديفولت مفيش اي تيار هيعدي هنا خالص، المقاومه كبيره، مفيش اي تيار هيعدي هنا خالص عشان يوصل للجراوند، يبقى الدايره ما زالت مفتوحه. طب امتى الدايره تكون مغلقه؟ بص كده بقى ركز معايا، انا هنا عندي سورس للباور صح، اول ما اضغط هنا يبدا التيار يمشي، حتى المقاومه دي هيعدي منها عادي، هيعدي ويوصل للجراوند، يبقى هو كده قفل الدايره ويقدر يبعت الاشاره على البين رقم 4 بنفس الطريقه. انا ضغطت هنا، ايه اللي هيحصل؟ عندي سورس للباور واصبح التيار يقدر يعدي يوصل للجراوند، اصبحت هنا بالنسبه لي الدايره دي دايره مغلقه،
يقدر يعدي من هنا يوصل للبن رقم 2. هتقولي برضو مفيش اي اختلاف، والله عندك حق، لحد الان مفيش اي اختلاف ما بين البوش بوتن دي والبوش بوتن دي. امال الاختلاف فين؟ لا الاختلاف في الكود، اللعبة كلها في الكود. هتيجي حضرتك تقوله لو وصلتك اشارة اهو، بص انا دايس على ايه، على البوش بوتن اللي متصل بالرجل رقم 4، بص كده ركز معايا، متصل بالرجل رقم 4، البين رقم 4. هقول له لو وصلتك اشارة، الاشارة دي هاي على الرجل رقم 4، ابعت لي 5 فولت على الرجل رقم 13. جميل، يعني ابعت لي هاي على الرجل رقم 13، يبقى شغل الموتور. خلاص انا كده فهمت اللعبة. اعكسها في اللي تحت، هقول له لو وصلتك اشارة على الرجل رقم 2 اهي، يبقى انت ضغطت على البوش بوتون ده. يعني وصلتك اشارة؟ يعني فعلا انت رحت تقرا لقيت في اشارة وصلت على الرجل دي، يبقى انت فعلا ضغطت على البوش بوتون ده. لو وصلتك اشارة على الرجل رقم 2، روح بدل ما تبعت هاي على ال 13 ابعت عليها لو. يبقى انا كده قدرت اتحكم، واحدة تبعت هاي على 13 وواحدة تبعت لو على 13. طبعا اقدر اعمل الكلام ده سواء على دي او على دي، او اعكسهم زي ما انا عايز. طب يلا بينا نجرب بقى الكلام ده قبل ما نروح نبص على الكود. انا بس عايز اجرب الفكرة ماشية ازاي معاكم علشان خاطر تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي. بس ركز لي لو سمحت على الابرة دي او الريشة بتاعت الريلي. لحد الان هل هي ملقطة؟ لا طبعا، حتى لو شغلت البرنامج، انا شغلت الابليكيشن اهو عملت له ران. هل الابرة لقطت معايا؟ لا، الابرة باي ديفولت هي اوبن اهي، موجودة نورمالي اوبن. طب امتى توصل هنا؟ لما انا اضغط على، بص هضغط على مين؟ هضغط على الرجل رقم 2. ايه اللي حصل؟ ضغطة واحدة كفاية وسيب ايدك، الموتور فضل شغال. طب شغال ازاي؟ انا قلت له لما اضغط على البوش بوتون ده وتوصل اشارة من الرجل رقم 2، ابعت لي هاي على ال 13. يعني ابعت لي هاي على ال 13؟ ابعت لي 5 فولت على ال 13، فال 5 فولت وصلت هنا، والريلي ده هو اصلا واصل بالجراوند، كان ناقص له بس ال 5 فولت، وصلوا الحمد لله. هنا ايه اللي حصل؟ حصل هنا ماجنتيك فيلد، حصل ماجنتيك فيلد عبارة عن مجال مغناطيسي سحب الإبرة ناحيته، بس هي دي اللعبة، سحب الإبرة ناحيته، المجال خلى الإبرة دي تتسحب ناحيته. هي كانت بعيدة، كانت هنا، اتسحبت ناحيته. طب ايه اللي حصل؟ أهم حاجة بقى حصلت، السورس ده أيا كان بقى السورس ده كام؟ 5 فولت، 12 فولت، 220 اي سي، أيا كان حسب الموتور ده بيشتغل بإيه؟ الموتور ده 220 اي سي، يبقى خلي السورس بتاعي ده هنا 220 اي سي، يبقى الموتور ده هيشتغل بكام؟ ب 5 فولت بس. مجرد إن أنا أوصل الموتور بتاعي اللي هو ال 220 اي سي على أردوينو بيشتغل ب 5 فولت، أبعت إشارة من الأردوينو يشغل الموتور اللي موجود في المصنع او يقفله. يقفله ازاي؟ بنفس الطريقة، ولكن هنا بقى هلقط طلقيطة واحدة، وركز ايه اللي هيحصل في الابرة دي، طلقيطة واحدة وسيب ايدك. ايه اللي حصل؟ انا بقول له لما يجي لك اشارة من الرجل رقم 4، ركز 4 هي اللي بتقفل واتنين هي اللي بتشغل، لما يجي لك اشارة من الرجل رقم 4 ابعت لي لو على ال 13، ابعت لي لو ديجيتال رايت 13 كوما لو، هو ده اللي احنا هنعمله في الكود. طب بعت لك لو، يبقى اصبح هنا مفيش الخمسة فولت اللي هو محتاجهم. يبقى ايه اللي هيحصل؟ الكويل ده معلوش اي حاجه تجبر الابره انها تتسحب، خلاص المجال المغناطيسي مش موجود، ما عنديش ماجنتيك فيلد. ايه اللي هيحصل؟ الابره دي هترجع لوضعها الطبيعي اللي هي كنت انا اصلا شاريها عليه، اللي هي نورمالي اوبن. وايه اللي هيحصل؟ مفيش سورس هنا عندي. هل الموتور ده هيشتغل بالجراوند فقط؟ لا طبعا، محتاج السورس علشان ابدا ان انا اقفل الدايره بتاعتي ويبدا الموتور يشتغل. يبقى هو ده اللي احنا بنعمله، بشغل خلاص خلصت شغلي اقفل. دي ابسط طريقه لتشغيل الموتور، لكن ممكن اروح واشيل الاثنين بوش بوتون دول واعمل سنسور. السنسور ده هيبعت لي اشاره، بعت الاشاره تشتغل الموتور اشتغل. في سنسور تاني قرا اشاره، لما يقرا الاشاره الموتور يقف. واقدر اعمل الكلام ده على سير من سيور المصنع، واقدر اجرب الكلام ده بالاردوينو هيشتغل معايا ان شاء الله تمام. فين الكود؟ على فكرة الشرح ده اصعب بكتير جدا من الكود، الكود اللي انت خايف منه اسهل مما تتخيل. ركز كده معايا، بص الكود سهل جدا،
الجزء ده زي ما اتفقنا قبل كده هو الجزء المسؤول عن عملية الكونفيجريشن، بيعمل عملية اعداد للبنز بتاعتي، مين فيهم اوتبوت ومين فيهم انبوت. جميل جدا. والجزء ده هو الكود بجد بقى، الكود بتاعي اللي هو هيشتغل في انفينيت لوب، هيفضل شغال 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 لحد لما انا اخد قرار واقول له لا اوقف بناء على كونديشن معين، زي ما حصل عندي انا فاضل شغال اهو، الدنيا معايا شغال، هل وقف من نفسه؟ لا، لما وصلت اشاره من هنا بدا يقف. هو ده فكره الايه، الجزء اللي هيتكتب في اللوب. طب لو سمحت ما تعمل لي كونفيجريشن، انت على فكره اللي هتعمل. اسالك سؤال، 13 دي انبوت ولا اوتبوت؟ لا، 13 دي بيطلع منها فولت، بيطلع منها هاي او لو، يبقى دي عباره عن ايه؟ اوتبوت، يعني اقدر اوصل عليها موتر، اقدر اوصل عليها ليد، صح كده؟ كل دي عباره عن اوتبوت. جميل جدا. طب والرجل رقم 2 و4 مستنيه مني اشاره، يبقى دي عباره عن انبوت. خلاص كده انا كده جاوبت لك على السؤال بتاعك. 13 البين مود بتاعها هاي، اما 2 و4 البين مود بتاعها بايه؟ اسف 13 البين مود بتاعها اوتبوت، اما بالنسبه ل 2 و4 البين مود بتاعها انبوت. خلاص الموضوع كده بسيط، 13 اوتبوت، اما 2 و4 دي عباره عن بوش بوتون او سنسور، مش مهم، دي هتكون عباره عن انبوت. طب لو سمحت انا عايزك بقى تبدا تكتب لي الكود بتاع اللوب. الكود سهل جدا، لما يجي لك اشاره من الرجل رقم 4 وقف، ولما يجي لك اشاره من الرجل رقم 2 شغل. خلاص يبقى احنا هناخد حاجه بس جديده بسيطه جدا. ايه هي؟ حاجه اسمها ديجيتال ريد. طب ما انت عارف الديجيتال رايت، الديجيتال رايت كانت بتعمل ايه اهي؟ لما كنت بشتغل في الليد بقول له خلي ديجيتال رايت، بعد كده بفتح اقواس اقول له 13 كوما هاي، يبقى شغل الليد، 13 كوما لو، اعمل ايه؟ اطفي الليد. مش ده اللي احنا عملناه؟ تيجي بقى نعمله بس بطريقه عكسيه، بدل ما اقول له روح ابعت لي على الليد هاي فولتج، اقول له لا روح اقرا من البوش بوتون ده انت ضغطت عليه ولا لا. فعايز اقرا يعني ايه؟ يعني ديجيتال ريد، دي عباره عن فانكشن جاهزه كل وظيفتها هتروح تريد يعني ايه؟ تشوف لي البوش بوتون ده جالك منه اشاره ولا ما جاش. فهقول له لو رحت لقيت الاثنين، مش البوش بوتون ده اللي واصل على الاثنين ماله، لو كان هاي روح شغل الموتور. يعني ايه شغل الموتور؟ يعني روح اكتب لي ديجيتال رايت، اكتب لي على ال 13 اكتب لي عليها هاي. الموضوع بسيط جدا. لو رحت اهو اف، لو رحت قريت من الرجل رقم 2 قريت، ورحت لقيت ان الاثنين ديت الرجل رقم 2 دي عليها هاي، يبقى انت عايز تشغل الموتور. طب واشغله ازاي؟ روح قول له ديجيتال رايت اكتب لي على الرجل رقم 13 هاي. خلاص كده بعت عليها فولتج هاي، يعني عملت ايه؟ او هاي فولتج يعني ايه؟ بعت عليها 5 فولت، فهتشغل الموتور. هتشغل طبعا الريلي الاول اللي هو هيشغل الموتور. الريلي مرحله وسيطه ما بيني وما بين الاردوينو، ما بيني وبين الريلي مرحله وسط ما بين الاردوينو والموتور. جميل جدا. طب نفس المفهوم، خدوا كوبي بيست السطر ده او السطرين دول، خدهم كوبي بيست بالنص، بس بدل ما كنت شغال على الرجل رقم 2 البوش بوتون اللي على الرجل رقم 2، انا دلوقتي شغال على البوش بوتون او البين رقم 4. لو 4 بقى هي اللي طلعت هاي، خلاص اعكس اللي فوق، خلي الديجيتال رايت للرجل رقم 13 بدل ما كانت هي هاي خليها لو. الموضوع سهل جدا، ما فيهوش اي حاجه بسيطه، ما فيهوش اي حاجه صعبه خالص. يبقى بكل بساطه 2 لو كانت هاي شغل لي 13، 4 لو كانت هاي وقف لي 13. الموضوع ابسط مما تتخيل. طبعا هعمل هنا فيريفاي وابدا اخد الملف زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت، هروح ادور على ملف الهكس، وبعد كده هاجي هنا بنفس الطريقه بقى، خلاص دبل كليك وابدا اقول له براوز، واروح ادور على ملف الهكس وابدا اشغل اعمل بلاي، الدنيا تشتغل معايا. خلاص بقى احنا شرحنا الكلام ده اكتر من مره. لكن قبل ما اخلص محاضره النهارده، في حاجه مهمه جدا لازم تعرفها، الكومبوننت اللي انت بتشتغل بيها. انت محتاج كام كومبوننت؟ لو انا جيت هنا وقفت هنا على الكومبوننت مود، هلاقي محتاج 1 2 3 4 5. محتاج ريزيستنس، ودي سهله، بقف على البيك كده بقول له ار اي اس، بيجيبها لي ريزيستنس، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عايز ريلي، بقف هنا برضو نفس الكلام واكتب كلمه ريلي
وبختار اول واحد، هقول له ريلاي بس انا كتبتها غلط، ريلاي اهي، وبختار اول واحد هيجي لي. اول واحد هيجي لي الاكتف ده ببدا ان انا اجيبه وابدا ان انا اشتغل بيه بنفس الطريقه واوصل بقى. خلاص انت فهمت ازاي توصل. بعد كده محتاج موتور، نفس الكلام هقول له عايز حرف البي اللي هو البيك، بيك فروم لايبرري، واكتب كلمه موتور، او ممكن اكتب دي سي موتور، دي سي موتور اسهل. هلاقي ان الدي سي موتور هو اول واحد او الاكتف ده اكتف، هتلاقي دي سي موتور سيمبل دي سي موتور موديل، نفس الكلام. فاضل ايه؟ فاضل البوتن، ده سهل جدا، ده عباره عن بوش بوتن، بكتب بس كلمه بوتن بيجي لي البوتن زي ما انت شايف، عباره عن بوش بوتن، تمام؟ بختار الاكتف ده وابدا ان انا اشتغل بيه. فاضل لي بقى الاردوينو اونو، دي سهله جدا، عملناها اكتر مره، بكتب بس كلمه اونو كانت موجوده في اللايبرري بتاعتنا وابدا ان انا اشغلها. فاضل ايه؟ فاضل ان انا ابقى اوصل. اوعى تنسى ان الكويل متصل بالجراوند ومتصل بالبن رقم 13. عندي مصدر للسورس بجيبه منين؟ بجيبه من التيرمينال، بقول له عايز تيرمينالز، وبروح اجيب الباور من هنا، بقول له عايز باور، وابدا ان انا اعمل الباور هنا في اي مكان انا عايزه. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للباور. وبعد كده اوصل بقى الجراوند عادي، اجيب البوش بوتون، ارسم البوش بوتون عادي، وابدا اوصل الباور بتاعي او السورس بتاع الباور بتاعي بالاثنين بوش بوتون، واوصل الاثنين بمقاومات كل واحده 10 كيلو، لازم تكون كبيره علشان اضمن ان هي مش هتنزل على الجراوند، لا في حاجه هتمنعها انها تنزل على الجراوند. ايه هي؟ المقاومه الكبيره. وبعد كده ابدا قبل المقاومه اوصل باربعه واوصل باثنين، الدنيا كده شغاله معايا تمام. اقول له طبعا سيف، واروح اشغل لاخر مره، وابدا اقول له رقم 2 هي اللي بتشغل، لقطت الكويل، ورقم 4 هي اللي بتوقف. وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.